السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد. معكم لطيفة من قناة شيوات أم لينا. نتمنى يا ربي يلقاكم هذا الفيديو نتوما في أحسن الأحوال. الفيديو ديال النهار غادي يكون مغاير كما كتشوفوا، غادي تشوفوا معايا غادي يكون فلوغ وغادي تكون خرجة، وغادي نتلاقى بصاحبتي. وأخيرا صافي يمكن عام وزيادة وحنا كان نتعرفوا غير في الواتساب ولا كان هضروا، ولكن غادي نشوفها النهار يوتيوبر هي كبيرة ومعروفة وعزيزة عليا. مهم غادي تشوفوها معايا في الفيديو إن شاء الله. غادي نحضروا لواحد ليفينمون ديال لي غرون يوتيوبر اللي كي غادي يكونوا هنايا في باري، واللي غادي يجيو حتى من المدن اللي قرب من باري. غادي نمشيو نشوفو يعني الجديد، نستافدو منهم. المهم غادي نديكم معايا، غادي تدوزو معايا العشيه انا وصاحبتي، وفرصه تعرفوا عليها. وغادي تخليو لي رايكم في التعليق كيفاش جاكم النوع ديال هاد الفيديوهات، واش تبغيو تغيير او لا لا. دل هادي غير لا توني اللي مشيت بها هاد النهار. المهم ما تنساونيش بلايك وتعليقكم، كتشجعني وتحفزني باش نعطيكم دائما المزيد. انا البنات راني تلاقيت بحنان، كتعرفوها كنظن راهي معروفه حنان شانيل. كاين البنات اللي ما كيعرفونيش، اللي ما كتعرفش، اللي ما كتعرفش شي عندها حنان شانيل. تلاقينا، المهم غادي ندوزو العشيه كامله مع بعضياتنا. كنعرفو هادي عام، كثر من عام وزياده، وغير في الواتساب. وهاد النهار كتب باش نتشاوفو، دونك غادي نديرو بزاف ديال الحوايج وغادي نشاركوهم معاكم. وصافي بليزير. والله حنان سي با كوم لي فيديو، الصراحه سي اوتر شوز، زوينه وظريفه وزوينه على الفيديو على الفيديو. لا كتبان زوينه ولكن في الحقيقه قبيحه، زوينه زوينه. لا لا ولكن في الحقيقه كتبان زوينه ظريفه. لا لا حليمه صراحه عزيزه عليا بزاف، وشحال من كنبغي نتلاقى بها. ربي يخليك الزين، ولكن البعد كنديرو نتلاقاو. فوالا هي ماشي بعيده بزاف، راه نورمال مور 30 مينوت اللي جات. وي مي لي ترونسبور فوالا، يعني هي كان كزول ديك القضيه نتاع هي جلسه بحال دابا نبقاو نديرو لها بحال هكا نتلاقاو نجيو باري ولا وي. مي ان شاء الله ماشي يعني اخر مره، ان شاء الله نتلاقاو ونتلاقاو مازال تشوفوها عندي ديال الحال ان شاء الله. مي صافي بليزير، سي ان غون جور والله القسم. دونك فوالا اللي باقي ما تعرفهاش تمشي عندها عند حنان شانيل، غادي تعجبكم لاشين ديالها غزاله فنه. انا ما كنفلت حتى فيديو ديالها، كتحط يوميا ما كنفلت حتى فيديو ديالها. كنديرش بزاف تشيوات بحال لطيفه، ولكن مره ما كندخلهم في الفيديو. كتكون يعني داكشي زويوان وظريف ونقي، وداكشي اللي كيعجبكم يعني الروتينات، كدير المشتريات، كتشارك معكم بزاف ديال الحوايج، الهميزات فوالا الهميزات وهذا. المهم ما تنساوش تمشيو عندها. ما ديروش علينا رانا نطفيا لاكني، لا بالعكس وي نو انا كنت كتبان سمراء في لي فيديو، وانا بيضاء. انا كيف كنبان في لي فيديو سمراء ولا بيضاء؟ لا كتباني بيضاء. ودابا بيضاء بيضاء بيضاء. انت كتباني لي بعض المرات واش الاضاءه ولا شي حاجه كتبينك يمكن سمراء من تزعر. وانا زعره فوالا، ماشي نهائيا ماشي سمراء، يعني في الاضاءه في الدار كتبان. لا لا هذا لكني ناضلي حيت واخا مشيت عند الميدسان ولكن تبعت خدمه ان شاء الله يكون خير. فوالا المهم نتلاقاو منين نديرو شي حاجه غنشاركها معكم ان شاء الله. يلا المهم درنا بوز كافي، درنا لي ماكازان شويه. بوز كافي غير ناس كافي. وحنان خدات شنو هذا؟ هذا جو ديال فرامبواز مع واحد السيرو ما عرفتوش شنو هو، ولكن زوين. وخدات الميفين بميرتي. حيت هي ما تغداتش اليوم من الصباح، دابا نجيكم ما كانش عندها الوقت. وانا تغديت وسكون في الدار، دابا جيت ناخذ الدواء. دونك فوالا. المهم حنا جينا لسيفورا باش حنان، انا عجبتني البارفان ديالها، هي راها دايره هادي، انا عجبتني وهي عجبتها ديالي. انا ريحتها زوينه. انا نوا، انا كندير نوا هذه ريحه النقا، وديك الريحه اللي اي انسان يدير شي جيست ان فوا كتحرك يديها ولا كتشيل لي كنشمها. دابا قلت يلاه غادي نوري كتبقى ريحتها زوينه. راه حنا في سيفورا ديال سالازار كبيره زوينه بزاف، كنحاول ما نشدش شونزيليزي، ولكن هذه كبيره عاوتاني. هذه ديال شونزيليزي كبيره، هذه كبيره حتى هي، ولكن هذه اكثر كبيره وتحققها زوينه فيها بزاف. انا عجبتني الريحه ديالها، كيبان لي ما كاين حتى شي واحد عربي والله اعلم، كنا غير حنان تعرف هادشي وحدي، راه باقي ما شفتش شي واحد. يلا هادو شاركوا في التوب شات، باقي عاد كاينين اللي خاصني نمشي نشوف، باقي عاد الناس مازال ما جاتش. المهم الا كانت شي حاجه راه غادي نشوف بعدا الناس اللي كنعرفهم، نمشي نتلاقى معاهم. ما لقينا شي واحد، لا ما لقينا حتى شي واحد يكتو. تلاقيت ب جي رونكونتري بيير فوالا سي جو سوي غران فان سي دوبي توب شيف فوالا توب شيف. دونك جو سوي غران فان
Bonjour à toutes et à tous. Voilà. Donc ça fait plaisir. Je peux proposer autre chose. Il y a déjà plein d'allers-retours de mails et il y a plein d'autres choses créatives à faire plutôt que de répondre à des mails. Et je sais que l'équipe commerciale le fait excellemment bien et je suis ravi qu'il le fasse et que je n'ai pas à le faire. Mes premières mauvaises expériences avec le network, en gros, la seule leçon qu'il faut retenir, c'est qu'il faut vraiment voir toutes les conditions du contrat qui sont proposées et voir si on a un intérêt à signer chez eux. J'ai envie de dire classique, hein, faut juste lire le contrat et poser la question à des personnes qui connaissent bien le milieu. Ok. Alex ? المهم هنا بعد ما كان داك اللقاء الاول ويعني باش كيتعرفوا اليوتيوبر بيناتهم كنت غير انا وحنان بجوج اللي يعني عربيات الاغلبيه كانوا دي فرونسي ولا بحال هكا يعني دوريجين ميلونجي ولكن انا وياها اللي خداو يعني تقريبا واحد كيما نقولوا من كل فن طرف الى بغينا نقولوا. المهم هنا كانوا غير يفيدونا بداكشي اللي استفدوا هما منه، عندهم خبره كبيره، كل واحد وحكى على يعني كيفاش بدا وفين وصل. هذاك اللي في الوسط ما كيبانش، يعني كيدير كلوب شيف معروفين وجابوا له التروفي ديال 1 مليون تما في لاسال. المهم استفدنا بزاف، يعني كاين شي حوايج اللي صراحه استفدنا منهم. ومن بعد طلعنا كان كوكتيل هكا، يعني هادوك لي شيف لي تخوا هما اللي داروا هاد الماكله هادي. دونك دوكو كاين هذا فيه اللحم، فيه البيكون يعني فيه الحلوف، وكاين هذا اللي فيه غي الحوت والخضره. يعني داروا جوج تاع لي بوفيه، دايرين واحد البوفيه فيه اللحم هاد الجهه هادي فيها اللحم، ناس اللي ياكلوا اللحم تما وهذا، وكانت جهه اخرى فيها غير الحوت. انا خديت هذا في الكوفيت ولي ليجيم هنا البريوات هما دارهم بالخضره. خديت واحد العيبه ديال الدجاج وفلفل، انا زوين والقرعه غزالي. المهم هنايا هذا كله خضره، ما فيهاش اللحم، ما فيهاش غير الزيت والخضره. هنا كنت كنشرح لكم زعما شنو فيهم لي فيغين، شنو فيهم بريوات، شنو فيهم هذوك الخضره اللي داروهم، ولكن الصداع كان بزاف بزاف، يعني ما كانش تسمع الهضره ديالي. المهم من هذا الشيء كامل هو هنايا من مور ما كملوا ديك الندوه، يعني كنا كنسولوهم هما واحد بواحد داك الشيء على التجارب ديالو ولا سؤال اللي كنا باغيين نسولوه سولناهم شخصيا. صافي درنا تعارف باليوتيوبر كاملين اللي كانوا تما. المهم من هذا الشيء كله هو اننا خرجنا بافاده زوينه، يعني استفدت انا بزاف ديال الحوايج. نتمنى انني نرجع بحال هاد ليزيفينمون باش نطور من القناه ديالي ونطور من الفيديوهات ديالي، التصوير، المونتاج، بزاف ديال الحوايج. هذا هو المهم والاهم من هاد اللقاء كله، يعني صراحه شي حاجه زوينه. مو ومارون اوسي parce que j'en ai trois différentes, j'ai la mangue, j'ai la neige, ok, sans rien. Toi aussi t'as pris un, ah, toi c'est rien. Moi j'ai pris romarin. D'accord. J'ai pas le goût pour moi. Ah, j'adore. Alors, fruit du dragon. Oui. Pour moi aussi, s'il vous plaît. Merci. Gingembre, on peut. Gingembre. Ouais. Pour moi. C'est pour moi, oui. Citron. Orange et citron. Moi, orange et citron. Oui. Moi citron. Ah bah je pense que le mélange est fait. Et après on va s'arrêter là. Hein. Ouais, c'est bon. C'est là tu vas remplir. Là non, c'est bon. La limite où ça reste encore limite. Correct. Là c'est correct. Après ouais. C'est. C'est pas correct. Pina colada. Ouais. Ou citron vert. Citron vert pour moi. Mais ça c'est quoi? Pina colada. C'est à la noix de coco. Non. C'est un. Oui, la noix de coco. Citron vert. Moi aussi citron vert. Je connais pas, je ne connais pas. Non, mais pina colada, c'est. C'est sympa, c'est ananas, coco. Voilà, voilà. C'est mélangé. Mais citron, ça va, citron. Ouais, c'est top, top, top. Et on finit avec de la gazeuse. Oui, oui. Badois. C'est ça? C'est ça.
comme quoi on peut faire un cocktail sans alcool. C'est vrai. Voilà. On peut tellement faire du cocktail sans alcool. Voilà. Avec des bons fruits. Tout à fait. Bien frais. Des bons jus caraïbes. Une bonne main aussi. Oui, un peu. Bon. Voilà. Merci madame. De rien. Ça se voit, vous avez la main. C'est gentil. Ah. Voilà, ça se voit, on snap. Hein. La petite paille en bambou. Voilà, l'écologie. L'écologie. Super. 2020. Et voilà, mesdames. Merci. La bonne dégustation. Allez, super, bonne merci. Soirée. On a que des mondes arrêts de la maison. 4 ou 5 heures, c'est ça? C'est ça, préparation. La préparation du lait est longue. Après. Fabriquer la mozzarella, c'est très rapide. D'accord. Ça mérite de goûter. Ça mérite de goûter. هذه كانت كتصايب موتزاريلا تما مباشره شي حاجه زوينه بزاف اللي دقتها وغزاله غزاله بداو كيجيبوا الديسير وداكشي كان متنوع والمهم من هادشي كما قلت لكم هما الافكار اللي خديناهم خديت افكار بزاف نتمنى ان شاء الله يا ربي ينفعوني في القناه المهم خرجنا سالينا داكشي كان زوين المهم كان شويه ديال الصداع كاين شي لقطات غادي نركب لكم عليهم الصوت فوالا دوزنا وقيت زوين تعرفنا على دي يوتيوبر كبار وحتى هما تعرفوا علينا لي بيبي دو كلوي عندها قناه ديال الحلويات من هنا الطريق وحتى شاغل عند شاغل صفيره ولا سمعوني في هذا الفيديو يكرهوني انا ما عرفتهمش هادو شي حاجه ناري كنتبعهم بزاف هذوك اللي درت لهم لكم في القناه ديالي هما راه صورتهم لكم فوالا راه صورتهم حنان دونك ديكو راه تشوف انا فان ديال القناه ديال حنان تلقاو عاوتاك غتلقاو مشاهد اخرى واحد مشاهد اخرى وميمتو لما تنساو على من مشينا ديجا على اليوتيوبر الكبار فوالا اليكس والاخر هذاك اسياتيكي وداري يسمعني المهم راه سولناهم حنا بغينا باش نستافدو منهم والاخر اللي سميتو كلوب كوكينغ نو سميتها نو كلوب شيف هذاك راه معروف معروفين معروفين و تفاصو كا اون كارونتين دو بيرسون هما المهم حنا باش ناخذو الافكار وناخذو دي زيدي استفدنا منهم وان شاء الله دابا نرجعو عاوتاك مره اخرى علاش لا ان شاء الله هي ان شاء الله خويا الله يعاونك الله يعاونك اخويا صافي هادشي ما كاين المهم دابا حنا غاديين كنزربو على حساب حنان ما عارفينش فين ماشيين المهم ماشيين ولكن زعما صافي جات ما غادي نشدو الماء انا نشد المترو وحنان تشد التران فهاد الليل هي التران الاخر ديالها 22 دونك حنا خرجنا الاولين تفاصيل مرة مع دابا باقيين ولكن حنا خرجنا الاولين على حساب باش نوصلو عقلنا على هاد البونبونات جينا من هنا البونبونات بونبونات صافي واحد القطعه كنديروها البنات القطعه ديال البدويات في باريس وصافي هاد القطعه اللي كنديروها دابا احسن من هذيك القطعه قبيله كانت احمر وفي نفس الوقت ماشي كاع في الباساج بيدو دونك عفوا في الزنقه زعما هاني نيشان هاني اتو صافي صافي هادشي ما كاين دابا حنا في الدنيا عامره يعني وي مي الدنيا عامره يعني واخا واخا راه الليل ايوا سي باريس هادي خاصك تمشي معايا المنطلج ولا غادي تشوفي الدنيا عامره دابا مع السبعه كيكون كلشي جميل انا من جهتي كون سهر دابا واخا الميترو صافي دابا ركبت حنان مشات وانا راني شاده باش نشد الميترو باش ندخل للدار دونك فوالا كان نهار زوين دوزناه زوين نتمنى ما عرفتش يكون عجبكم الفلوك سا شونج ان بو نبدل شويه على الكوزينه وعلى الريجيم وعلى الوصفات المهم حنا استفدنا بزاف صراحه حنا استفدنا بزاف منه يلا الغزاله ديالي نخليكم ونقول لكم تهلاو فلوسكم وحسن تلقاو فيديو جاي ان شاء الله